وهكذا في الطائرة يحلف في الجو، إذا وازنها يحلف في الجو، وهكذا في البحر إذا وازن المواقيت تحرم في البحر في الماخرة والسفينة، وإذا كان في الجو يتحرى الميقات ويحرم قبل أن يصله، أو يحرم في مطار من بلده لكي يخشى أن يلتبس عليه الأمر، لا بأس إذا تقدم بإحرام الحاجة لا بأس، ولكن في الغالب أنه يتيسر له يستعد في بلاده، يتيسر يغتسل يتيسر يتطيب يلبس الرجاء والرداء ويركب في الطيارة مستعد، فإذا صار بينه وبين جدة نحو نصف ساعة يحرم، لأن حينئذ قد وازن الميقات إذا كان من طريق الطائف، أما إذا كان من طريق المدينة معروف إذا أتى على المدينة أحرم، وإذا كان من طريق البحر من طريق الساحل إذا وازن غابر ومن طريق إنزال مصر ومن الشام أحرم وهو بالجو، أو قبله بيسير حتى يحتار يحرم قبل ذلك حين يقوم من المطار ويمشي تسير الطائرة قليل يحرم احتياطا لا بأس، أما تأجيل الإحرام إلى أن يأتي جدها